وسع له باسكو مازال ما بان ليش ريبريزونطون تاع باسكو يجي فينالمون هذاك مجلس في مدينة بلباو نقف على آخر التحضيرات قبل انطلاق الندوة الدولية في طبعتها الثالثة الدولية الشبانية اللي تضامن مع الصحراء الغربية. فريق العمل اللي كان مكون من 35 شاب وشابة ما بين المخيمات وأيضا من المناطق المحتلة ومن الجالية الصحراوية هون، بالإضافة للمتضامنين الشبان في مدينة الباسك وعلى أو في جميع مناطق إسبانيا. هذا الفريق اللي اشتغل على مدة طيلة عام ونصف لتحضير هذه الندوة اللي في هذا الوقت بالذات تأتي من أجل تأكيد حق الشعب الصحراوي في صقر المصير، وأيضا تمكين الشباب الصحراوي وإعطائه مكان أو المكان أو الاستراتيجيات المناسبة لمواكبة آخر المستجدات الدولية ومناصرة والمرافعة والمناصرة قضية الشعب الصحراوي في صقر المصير. هذه النسخة استثنائية بعد قرار محكمة العدل الأوروبية، تجتمع فيه مجموعة من الشباب من أنحاء العالم تمثل العديد من الجمعيات اللي مناصرة القضية الصحراوية، من بينهم الدول الأوروبية وأفريقية ولاتينية. إحنا دورنا كشباب صحراوي مقيمين هون في الخارج نوصلوا قضيتنا لهذا الشباب وننقلوا لهم معاناة واللي طاري عندنا في قضيتنا الصحراوية.